عزز غاز الجنوب صدارته للدوري العراقي بالكرة الطائرة بفوزه في مباراة الدربي أمام البحر بثلاثة أشواط دونات في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للمسابقة. رحلة الطائرة العراقية للمرحلة الثانية من الدوري هبطت بأمان وسلام بعد أن قدمت الأندية مستويات جيدة فيها لتحجز أربعة فرق هي غاز الجنوب والشرطة والبيشمركة والبحري بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي الذي. ستشتد فيه المنافسة أكثر عما كانت عليه من أجل اللقب. آخر المباريات في هذه المرحلة جمعت غاز الجنوب والبحري. المواجهة بشوطها الأول كان الطرفان متساويين بكل شيء أداء ومستوى ونتيجة لكن الجنوبيين استطاعوا مسك حبل الانتصار بصعوبة بالغة وشديدة بهذا الشوط بنتيجة 26 مقابل 24. الشوط الثاني المتأخر وجد حلولا وخططا نفذها لاعبوه على ارض المنافسه، ما مكنه من تسجيل نقاط عديده، الا ان غاز الجنوب تدارك الامر ووضع حدا لهذا الشيء، اوقف مركب البحر من السير بمحيطه لينجح من الخروج منتصرا ب 25 مقابل 19 نقطه. الشوط الثالث كانت بدايته مشابهه للشوطين السابقين، لاعبو غاز الجنوب انتفضوا وراحوا يعملون بوتيره النشاط والهمه العاليه لكسب هذا الشوط، وفعلا كان لهم ما ارادوا ليدونوا بصفحات هذا الشوط فوزهم المستحق بنتيجه 25 نقطه مقابل 16 نقطه، ليبقى غاز الجنوب متمسكا بالصداره ب 37 نقطه. زيد غالب العراقيه الرياضيه